وجودة مش لاقية رجالة في مصر، واللي هو الشيخ البعيد سره باتع. دي كانت تعليقات المتابعين بعد ما أعلنت الفنانة أروى جودة عن خطوبتها لرجل أعمال فرنسي إيطالي اتعرفت عليه بالصدفة. المفارقة بقى إن خطيبها الأول برضه ما كانش مصري وكان ممثل تركي. من هو خطيب أروى جودة الجديد؟ وإيه حكايتها مع الأجانب؟ وإيه رد فعلها على كلام المتابعين؟ قد أبوكي وشكله كبير عليكي ومش لايقين على بعض. انتقادات اتوجهت لأروى جودة بعد انتشار فيديو خطيبها في فرح أخت محمد سامي. المتابعين اندهشوا من خطوبة أروى وانتقدوها بشدة، وفيه اللي قال لها هم الرجالة المصرية عندهم مشكلة معاكي بتنجذب للرجال الأجانب. وكان السؤال اللي بيطرح نفسه هي ايه أصلا حكاية أروى مع خطابها الأجانب. القصة باختصار ان أروى اتعرفت بالصدفة على خطيبها بسبب جوهرة خاتم في إيفانت في فرنسا. أروى انجذبت له بمجرد ما شافت وسامته وشعره الأبيض وكاريزمته اللي كانت طاغية على كل الموجودين. اتعرفت عليه وحست انها مشدودة له وقلبها دق له على طول. والمفارقة ان هو كمان اعترف لها بحبه ليها من أول نظرة، بس كان فيه مشكلة وعقبة كبيرة في طريق قصة حبهم وهي ديانته لأنه مش مسلم، بس هو قرر انه يغير ديانته عشان يتجوزها وسمى نفسه آدم، وبمجرد ما هيخلصوا الورق والإجراءات هيعلنوا جوازهم. طب مين هو آدم خطيب أروى جودة؟ وراجل في أواخر الأربعينات وشغال في مجال المجوهرات. اتقابلوا للمرة الأولى بالصدفة في إيفنت حضرته أروى جودة في باريس، كان في نادي السيارات وعنوان الإيفنت كان منتجين بلا حدود، وطبعا حضروا رجال أعمال ومؤثرين من مختلف أنحاء العالم. آدم كان قاعد قدامها على الترابيزة وأروى كانت لابسة خاتم ألماز، وفي فص منه وقع وفضل يدور معاها عليه، وبعدين سألها عن الماركة وقالت له اسمها، فرد عليها وقال لها ما تخافيش عاملين تأمين عليه، وضحكوا وهزروا مع بعض لحد ما اتطورت العلاقة بينهم لخطوبة رسمية وتعارف بين الأهل. وبسبب خبر الخطوبة اتوجهت لها انتقادات كتير، مش بس عشان شكله الكبير لكن كمان بسبب انه مش عربي. وكان رد أروى ان الرجالة المصرية هم اللي عندهم مشكلة معاها مش العكس، ده لان المجتمع المصري ما بيتقبلش المرأة الممثلة، وان اتحبت من شخص عيلته مش هتحبها ومش هتتقبلها وغيرته عليها من الجمهور. أروى جودة اتخطبت قبل كده لممثل تركي، وكانت في بدايتها الفنية لما كانت بتشتغل عارضة ازياء، لكن خطوبتهم ما كملتش لانه كان عايزها تسافر وتعيش معاه تركيا، ولانه وقتها أروى كانت لسه في بداية مشوارها الفني وبتبدأ تكتب سطور حكايتها في عالم النجوم والشهرة، ما كانتش حابة انها تسيب مصر الفترة دي. وبداية التعارف ما بينهم كانت في مسابقة شاركت فيها في تركيا، وهو وقتها كان بيصور فيديو كلاب ليه. وفي بداية تعارفهم ما كانش بيعرف يتواصل مع أروى، وكان في بينهم مترجم لأنه ما كانش متقن للغة العربية ولا الإنجليزية، اتعلم الإنجليزي عشان يعرف يتكلم معاها على راحتهم. ورغم حبهم لبعض وإعجابها بيه لكن ما قدرتش تسيب بلدها عشانه. قولونا رأيكم في خطيب أروى جودة الجديد، وهل الجواز هيكمل ولا هتنفصل عنه زي خطيبها الأولاني؟